بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا شهادتي مجروحة في مهرجان دبي السينمائي، لأن أنا أعتبر نفسي من البلد، كوني خليجي ودبي ديرتي، فأنا فخور بهالمهرجان، وكل ما لا يتطور كل سنة عن سنة يفرق إن شاء الله، وكل ما لا يصير أحسن. وأنا دائما أقول بالنسبة لي شفت مهرجانات كثيرة، بس بدبي ما أدري، يمكن لكوني خليجي يعني، وأفتخر بديرتي هذا. ثاني شيء، دبي معروفة بأنها شامخة بالأمران وشامخة بالتجارة، معروفه. أنا أقول أيضا شامخة بعقول الناس، شبابها وبناتها، بالمهرجانات اللي تسويها، الثقافة اللي نشوفها، الأمسيات اللي نسمعها. فأتمنى لكم كل خير إن شاء الله. أخوكم حسين منصور.